بين استنكار وقبول ورفض وترحيب، عبر نواب مجلس الأمة عن مشاعرهم تجاه عيد الحب وماذا يقدمون من هدايا في هذا اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا وين عيد الحب؟ وين يفترض أن الحب للجميع؟ لا يبقى، ما يجوز لا شرعا ولا اللي فيه حب فعلا يبذل على طول السنة.